شوف كيف؟ هون اجتماع مجلس النواب كله سوا، هون الكتلة النقدية، هالخازوق اللي ركب عليها الشعب اللبناني. شباب اهجموا يا شباب! يا سلامة! كلهم من المغطي إلى اليوم سلامة! نبي بري، نجيب بيقطي، وليد بيقطي، خلوا المغطيينه! أنا وأنت؟ جاي نتظاهر ونحتج على قصة صرف الرواتب على سعر صيرفة خلافا للشهر الماضي اللي اتفقنا نحن والحكومة والمالية على أساس 45، وتفاجأنا انه بده يصرف الرواتب على سعر 90، يعني مما يشكل خطر على مدخولنا، وما عم نقدر ما حنقدر نلبي مصاريفنا الشهرية. مين بيقدر يعيش ب 40 وب 50 وب 60 دولار بالشهر؟ خليه قص بعد عنده شريطه يا شباب. تعويضاتنا راحت من البنوك، صارت بس نشتري فيها بيض، ويا ريت بيض بلدي، بيض زراعي ما بيتاكل. جايين هون لحتى يقولوا انه اول شغله اعاده النظر بالرواتب لما كانت عليه في السابق، تمويل صندوق التعاضد، تمويل تعميد الموظفين، تامين الطبابة والاستشفاء. شغله الاهميه، نحن كقوى امن الداخلي غير السلك العسكري بدنا جايين نطالب نحن يسوونا بالجيش اللبناني بالنسبه للطبيبه، نحن عم نموت على المستشفيات نحن واولادنا. تصور انه اليوم القوى العسكريه والهيئه التعليميه اللي خدموا عشرات السنوات للسلطه اللبنانيه اليوم عم ينزلوا بالشارع ليقولوا لهم نحن اولادنا جوعانين. كنا بالخدمه عم ندفع دم، وهلا عم ندفع دم بعدنا كرمال نحصل حقوقنا الحراميه عم ياكلونا اياهم، وهنلحقهم على القبور باذن الله، على القبر بين الحقن.